السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية. وضيوفنا في كل حلقة من القطاع الخاص والعاملين، وضيفتنا لهذه الحلقة فارسة من فارسات هذا الوطن ونشمية من نشميات هذا الوطن، وهي المديرة تسنيم محمد أبو زيد، مديرة مركز تبارك للتربية الخاصة في منطقة سحب. سيدة تسنيم، بداية مرحب فيك في هذا البرنامج الوطني، بنحكي لك مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم في مركزنا المتواضع مركز تبارك للتربية الخاصة في سحاب، شرفتونا. الله يحييك، أهلا وسهلا. نعم سيدة تسنيم، أكيد أنت أشهر من أن تعرفي كمديرة لمركز تبارك للتربية الخاصة، وأنت نشمية من نشميات هذا الوطن. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك العلمية والمهنية قبل الوصول إلى هذا المركز، تفضل. تمام، هلا حابة أحكي لكم أهلا وسهلا فيكم كلكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج كفاءات أردنية. برحب فيكم الجميع، بتشرف فيكم وبتشرف بذكر مركز تبارك للتربية الخاصة لحتى نتعرف عليكم وتتعرفوا علينا من هذا المنبر الرائع. معكم تسنيم محمد أبو زيد، الأخصائية ومديرة مركز تبارك للتربية الخاصة، أخصائية تربية خاصة. طبعا رح أحكي لكم من البدايات كيف حصلت على لقب أخصائية تربية خاصة، وهي كنت طالبة من طالبات كلية الأميرة عليا بجامعة البلقاء التطبيقية، درست تخصص التربية الخاصة. ليش هذا المجال وليش هذا التخصص؟ لأني أنا بحب هاي الفئة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هم طبعا التوحد، متلازمة الداون، الإعاقة العقلية، خلينا كمان نحكي عن نذكر الحالات الأخرى اللي هي اللي هم صعوبات التعلم وبطء التعلم، هي أيضا من فئات التربية الخاصة، واللي الحمد لله أنا اجتزت فيها في مادة الاختصاص امتياز عند الدكتور ناجي السعايدة، إلى فضل كبير علي، دكتوري الرائع يعطيهم ألف عافية دكاترتي. هلأ من هون جامعتي ساعدتنا في تطوير مهاراتنا وننمي من قدراتنا حتى نقدر نساعد بعد ما نخرج من مجال الأكاديمي إلى المجال العملي الميداني، إنه كيف بدك تساعد طالب ذوي الاحتياجات الخاصة بما أنك أنت أخصائي التربية الخاصة. طوروا منا، ساعدونا، كل الشكر لهم دكاترتي كلية الأميرة عليا. أنا حبيت كمان أنه ما أكون فقط طالبة جالسة وراء مقعد ومستمعة إلى الدكتور وما يقدمه، مع يعني مع أنهم ما قصروا، حبيت أني كل مادة تخصص اللي هي من صعوبات التعلم، إعاقة عقلية، إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، أتطوع تطوع في مركز بخص هذا التخصص. يعني مركز للإعاقة البصرية، تطوعت في مركز للإعاقة البصرية حتى أشوف شو أنا بقدر أقدم لهم هاي الخدمات. هل أنا قادرة على أني أكون كفاءة في مجال الإعاقة البصرية؟ ما كنت بهتم فقط أنه بدي أجيب مادة في مادة الإعاقة البصرية A، مع العلم أنا ما جبت A في مادة الإعاقة البصرية، تمام؟ بس أبدعت في مجالي في العملي، والحمد لله رب العالمين. يعني بنذكر لي هذا الموقف بتربية سحاب، بلواء تربية سحاب، أشرفوا علي مشرفيني وكل الشكر لهم وكل الاحترام لهم، أذكر أسماءهم طبعا لأنه لي الفخر أنهم أشرفوا علي، الأستاذ إياد محجوب، الأستاذة حليمة أبو زيد، الدكتورة هدى المغربي، كانوا من المشرفين علي في مدرسة الغباوي طبعا، على طالبين اثنين مكفوفين، كنت حاصلة على دورة برايل للمكفوفين وأعطيتهم إياها وأنا سنة ثانية جامعة. الحمد لله رب العالمين، فكنت يعني مثال المعلم في إعطائي بكل كفاءة لذوي الاحتياجات الخاصة والأخص الإعاقة البصرية. جميل جميل جميل. نعم، بعد ما شاء الله الطموح الجميل أكيد لحضرتك مديرة تسنيم محمد أبو زيد، وهذه النشاطات والتفوق ما شاء الله والنجاحات، نتحدث عن هذا المركز، مركز تبارك للتربية الخاصة، نتحدث عن أبرز خدماته، ماذا يخدم أهل منطقة سحب؟
تمام. هلا مركز تبارك للتربية الخاصة، تأسس مركز تبارك في سنة 2016 بدعم من والدي محمد عبد مجيد جابر أبو زيد. الله يطول في عمره، ودعم كمان ما بنسى والدتي الله يطول بعمرها، دعمها وقفتها جنبي، والأستاذ مأمون أبو حفيظة طبعا كان هو الدعم الأساسي في مركز تبارك. بلشنا هون إنه كيف بدنا نفتح مشروع مركز تبارك. طبعا زي ما حكيت لك بعد ما طورت من نفسي تمام، من شهاداتي من مهاراتي من قدراتي من كل شيء، حتى انه لما بدك تفتح مركز بدك تكون على اساس وثقة تامة، تكسب ثقة المنطقة اللي حواليك الاهل اللي حواليك تمام. فالحمد لله كسبت ثقة العالم، يعني ان شاء الله العالم، احنا بنحكي عن المجتمع المحلي. نعم. من حوالي اني كنت اعطي طلاب توحد بغرفة الشخصية قبل افتتاح المركز، ولقيت حالي كفاءة عالية الحمد لله مركز تبارك. بلشنا هون انه كيف بدنا نفتح مشروع مركز تبارك. طبعا زي ما حكيت لك بعد ما طورت من نفسي تمام، من شهاداتي من مهاراتي من قدراتي من كل شيء، حتى انه لما بدك تفتح مركز بدك تكون على اساس وثقة تامة، تكسب ثقة المنطقة اللي حواليك الأهل اللي حواليك تمام. فالحمد لله كسبت ثقة العالم، يعني إن شاء الله العالم، إحنا بنحكي عن المجتمع المحلي. نعم. من حوالي إني كنت أعطي طلاب توحد بغرفة الشخصية قبل افتتاح المركز، ولقيت حالي كفاءة عالية الحمد لله مع طلبة التوحد بالبدايات. كان في نتائج ملموسة وواضحة مع طلابي الحمد لله. وبعدين بلشت بصعوبات التعلم والفئات الأخرى من التربية الخاصة، لأني أنا ما حبيت فئة واحدة من التربية الخاصة، بالعكس أنا حبيت كل الفئات كل المجالات الحمد لله، حتى الإرشاد النفسي. نعم جميل. نعم الله يعطيك العافية دائما وأبدا أكيد يعني مديرة تسنيم. لكن قبل قليل ذكرتي الإعاقة البصرية. نعم. شو المقصود، ونوضح للسادة المشاهدين شو المقصود بالإعاقة البصرية؟ هلأ أنت بدك تفهم كلمة إعاقة ولا إعاقة بصرية؟ الإعاقة البصرية. الإعاقة البصرية. الإعاقة البصرية هي إنه الطفل الكفيف تمام؟ هي كلمة إعاقة بصرية بتشمل حتى ممكن ضعيف البصر، مش بس إنه كامل كف البصر، لا ممكن يكون عندك ضعف بصر له درجاته تمام؟ هاي هي الإعاقة البصرية لحد الكف اللي هو العمى. نعم. نتحدث الآن عن القيم، أكيد بداية نتحدث عن القيم الموجودة داخل هذا المركز لكل شخص. تفضل. تمام. هلأ قيمنا وأهدافنا هون في مركز التربية الخاصة اللي هي الحفاظ على خصوصية وأمن الطالب في المركز، الحفاظ على خصوصية ولي أمر الطالب في هذا المركز، تقديم الخدمات وتوفير البيئة المناسبة لهم، كمان بهمنا دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع باقي أفراد المجتمع المحلي بعد التدريب لهم، أيضا تقديم دورات إرشادية وتدريبية وتعليمية للمعلمين ولذوي طلاب فئات التربية الخاصة. جميل جميل. نعم. اضطرابات النطق واللغة أكيد بتفرع أكيد وبيشمل أكثر من شيء. أكيد. نتحدث عن هذا الجانب. طيب هلا اضطرابات النطق واللغة. هلا أنا أخذت دورة اختصاص والحمد لله أخذتها بكفاءة. اضطرابات النطق واللغة بتيجي معك عند الطالب العادي والطالب الغير عادي. كيف يعني؟ هلا طالب التوحد بيحتاج جلسة خاصة فردية للنطق. هذا طفل غير عادي تمام؟ غير عادي يعني بيحتاج برامج معينة خاصة فيه. طفل عادي طفل مولود ببيئة مناسبة وكل إشي أموره تمام، لكن عنا إعاقة في اضطراب في النطق. ممكن أسبابه تكون متعددة، الجهاز الكلامي اللي عنا في النطق غير سليم. نعم. هون إحنا كأخصائيين بنبدأ بالبداية عن طريق دراسة الحالة مع الأم أو الأب، شو سبب اضطراب النطق الموجود عند ابنك في حال لم يكن عنده إعاقة عقلية، اضطراب نمائي، أو لا سمح الله توحد أو الأشياء الأخرى اللي إحنا بنخاف منها. في حال أنه وضعه تمام كل إشي تمام، ممكن تكون عن طريق دراسة الحالة غيرة تمام، بكون يحكي وفجأة انتكس، ممكن يكون في عنا ربطة في اللسان، هاي الربطة بتعمل معيقات لبعض الحروف في انه عدم اخراجها بشكلها الصحيح. نعم. هذا اضطراب نطق. عندك كمان الجهاز الكلامي، اذا كان في عنا مشكلة في الاسنان الأمامية السفلية العلوية عرفت علي، او اذا كان في عنا مشاكل صحية مثل الشفة الأرنبية، اذا كان سقف الحلق عفوا
مفتوح مضطر لعمليات او كذا، هاي كلها. اما اذا الطفل بده تقويم يعني اضطرابات النطق زي ما حكيت لك عالم واسع، مش أكيد. بس لشيء معين. اكيد اكيد. ننتقل الى الصعوبات والتعلم. اكيد مديرة تسنيم، شو المقصود بالصعوبات والتعلم؟ تمام. هلأ دائما إحنا بنواجه مشكلة مع بعض أفراد المجتمع المحلي مع أطفالهم، خاص نص من عمر 6 سنوات عند دخول الطالب صف أول أو ثاني في المدرسة. تمام. بنواجه صعوبة إنه الطالب عنده في القراءة صعوبة، في الكتابة صعوبة، في التهجئة صعوبة، في الحساب صعوبة. هلأ هون بدنا نفرق، بس أوضح لك معلومة إنه نفرق بين صعوبات التعلم وبطء التعلم. نعم. تمام. يعني في فرقين نحكي. اكيد. نعم. هلا هذا له مجال وهذا له مجال. اكيد اكيد. نعم. صعوبات التعلم هو صعوبه في مجال او مجالين لا اكثر في المستوى الاكاديمي، تمام، صف اول ثاني شو ما كانت مستوياته. نعم. اما بطء التعلم هو في مجالين واكثر، تمام، يعني بدك تبلش مع الصفر، من الصفر عفوا، مع طالب اللي عنده بطء تعلم. وبطء التعلم مش انا بكتشفه كاخصائي تربيه خاصه، لا، هلا في عندك طبيب، انت في عندك دكاتره كامل مجال، خلينا نحكيهم اللي هم عده اخصائيين مختصين انه تكتشف هاي الحاله ايش في عندها. في عندك الطب النفسي، الطب الارشاد، الطب الجراحي اللي هو عصب الاعصاب والدماغ. ندخل لموضوع العصب والدماغ حتى نتاكد اذا ما كان في عندنا نقطة مثلاً على الدماغ بتأثر على الرؤية أو على القراءة أو على مكان معين بخص الحفظ والإدراك والمعرفة. هون إحنا مجرد ما عرفنا السبب بنبلش على الخطة التعليمية الفردية للطالب حتى نمشي عليها. نعم. جميل جميل جميل. نعم. نتحدث أيضاً عن هذا المركز، أكيد يمكن تتعاملوا أيضاً أو مع المكفوفين داخل هذا المركز. هلا احنا فاتحين مجال للمكفوفين، لاني زي ما حكيت لك انه انا بعطي دورة برايل للمكفوفين وحائز على الدورة هاي كمان بكفاءة الحمد لله. نعم. وتم الاشراف علي من مشرفين في تربية سحاب الحمد لله، وكتاب شكر منهم. واحنا جاهزين لاي طالب بده خدمة في مركز تبارك للتربية الخاصة في مجال الاعاقة البصرية. جميل جميل. نعم. التوحد، اكيد يمكن في كثير مشاهدين بيسمعوا كلمه التوحد. التوحد، خلينا نوضح للساده المشاهدين شو ما هو التوحد. تمام. التوحد في بعض ناس لما يجي اول ما بيجي بيجيب ابنه عندي، اسمعي انا بدي تشوفي لي ابني وان شاء الله ما يكون توحد. هاي التخوفات بتكون ظاهره. نعم. انا بدي اوصل معلومه ان التوحد هو ليس مرض، ليس مرض. اللي كل ما اعرف اذا ابني معه توحد دكتور معين يحكي لي، مع احترامي لجميع الدكاتره، انه هي دواء وابنك رح يتعالج. نعم. يعني هي دواء. نعم نعم. يعني سيدة تسنيم محمد ابو زيد، يعني كثير في ناس بيحكوا توحد وراثي، هل هي عوامل وراثية؟ انت اكيد ليس طبيبة، لكن هل هو من احد العوامل الوراثية؟ شوف، هلا بعض الدراسات منهم بيثبت انه وراثة، وبعض الدراسات بتحكي لك لا، جينات ما لها علاقة بالوراثة. تمام. هلأ هو التوحد اضطراب نمائي سلوكي. تمام. لما نحكي اضطراب نمائي سلوكي، لما تعمل دراسة حالة مع الأم منذ بدايتها للحمل، حالتك النفسية، الأدوية، شو الأمور اللي اتطرقتي لها، تمام، هلأ كل الأمور هاي بتكون طبيعية وما شاء الله عليها ودلال وكامل. حتى بفترة الإنجاب بيكون ولادته طبيعية، ما في نقص أكسجين، ما تعرضنا لأي عسر في الولادة. نعم. الرضاعة كمان نفس الإشي، تمام، الأكل تمام لعمر السنتين. هلأ أنت بتبلش تلاحظ أنه طفلك غير عادي، مش نفس أقرانه. هل هو بالنمو؟ التوحدي. نعم. أثناء نموه يعني من عمر سنتين ونص بتلاحظ أنه في مشكلة، اللي هي عدم التواصل البصري، عدم التواصل الكلامي، عدم التواصل الاجتماعي. نعم. هاي هي الاضطرابات اللي موجودة عند طالب التوحد فقط. هو جميل. ليس مرض في الخلايا، خلينا نحكي العقلية، بالعكس، طالب التوحد هو طالب ذكي جدا، رائع جدا، وجميل جدا. نعم. ما هي الخطط التعليمية والفردية والنوعية أكيد لأي شخص بيكون معه توحد؟ تمام. هلأ كل حالة عندنا هون في المركز إلها ملفها الخاص. الملف الخاص بيشمل اللي هو مستوى الأداء الحالي حسب حالة الطفل. نعم. يعني مستوى الأداء الحالي للطفل التوحدي سواء بسيط أو متوسط. نعم. هلأ إحنا حاليا شديد وشديد جدا مش موجود عندنا، تمام،
احنا عندنا للبسيط والمتوسط. عندك كمان مستوى الأداء الحالي للطفل اللي هي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة. كل طالب له ملفه بيشتمل عندنا اللي هي الخطط التربوية الفردية. نعم. التعليمية كمان عندنا موجودة. عندك خطة تعديل السلوك، يعني هاي خطة طويلة تعلمناها كمان بجامعتنا وعلمناها وبنعلمها كمان للمتدربين اللي بيجونا عندنا هون. إذا كان الطفل بحاجة لتعديل سلوك في برنامج بنمشي عليه حسب الطفل شو بيظهر عنده سلوكيات غير مرغوبة بالمجتمع وحتى بالبيئة اللي هي الأسرية. نعم. بنعدل عليها. إذا ما في سلوكيات وضع طبيعي بس بحاجة نطق، نعمل له جلسات فردية اللي هي جلسات نطق متواصلة مباشرة بينه وبين أخصائي النطق. جميل. كيف بتشوفي التعاون بين أبناء أهل سحاب وهذا المركز، مركز تبارك للتربية الخاصة؟ تمام. هلا أهل سحاب هون ما شاء الله عليهم، يعني مش بس لأنهم أهلي. نعم. للعلم أنا سكان الكرك. بس جيت هون خدمة لأهل المنطقة. نعم. هلا كيف رح تحكوا لي أبو زيد وإجيتي هون؟ أنا متزوجة وإلي بيتي وسكنت هناك، بس حبي لسحاب وعشقي لأهل سحاب. نعم. ولأنهم هم طلبوني إنه أرجعي عشان أولادنا، يعني رجعت وفتحنا المركز هون. أكيد ها هم الأردنيات، هاماتهم دائما عالية ومطموحة الرأس. يعني مديرة تسنيم أكيد دائما وأبدا لكم طموحات، لكم رؤية مستقبلية. ما هي طموحات أكيد مديرة تسنيم محمد أبو؟ طموحاتي أكبر من المركز. تمام. لحتى أخدم أكبر وأكبر كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة. عدد منهم عفوا، لأنه إحنا هون المكان حاكمنا بعدد معين في الخدمة اللي أقدر أقدمها أنا لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني أنا فعليا مش مرخصة غير ل16. طب أنت بتحكي بمنطقة كبيرة وعدد سكانها كبير. نعم. أنا بيجيني كمان مش بس من سحاب وما حولها، يعني الموقر، الفيصلية، الرقاد. يعني لما يجيك حالات طلاب أنه ما بتقدر تسجلهم، أنا اكتفيت. تمام. مع أنه عندنا القدرة والكفاءة اللي أنا أقدر أخدم ابنك، بس الأمور خلينا نحكي التراخيص والتنمية وهي الأمور هي اللي شوي مصعبة علينا. فإحنا بنتمنى نطور من المركز، نطور من المكان. يعني أنت زي ما شفت، يعني زي ما حكيت لك الدعم كيف إجا وكيف صار. بس الله المستعان، إن شاء الله تتطوروا ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. أكيد. نعم. يعني أكيد يوجد عدد كوادر داخل هذا المركز. أكيد. يوجد أكيد تحت إشرافك مديرة التسنيم محمد أبو زيد. أتوقع أيضا أستاذ روان السائح أكيد. شو بتحب توجه له رسالة ولكل جهة ساهمت في بناء هذا المركز؟ هلا شوف، بدي احب اشكر بالبدايات رب العالمين. أكيد. الحمد لله رب العالمين انه ربنا اعطاني الصحه والقوه والعافيه حتى اني اقدر انا اوقف واكون مصره على طموحي في خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه وفي سحاب بالذات، يعني سحاب الابيه، سحاب العز. فهي اول شكر لرب العالمين. ثاني شكر لوالدي ابوي وامي، الله يسعدك. ما بنسى وقفتهم نهائيا. ثالث شيء زوجي ابو محمد طبعا. نعم. ما في زوج، يعني احنا عارفين بمجتمع يعني مش كل الامور بنتقبلها. نعم. فلا الحمد لله رب العالمين. الشكر كمان زي ما حكيت لك للداعمين للمركز تبارك، اللي هو الأستاذ الأول مأمون أبو حفيظة، كان مدير المدن الصناعية سابقا في سحاب. يعني هذا الشخص شو أحكي لك، لو تليفون على التليفون بيساعدني. نعم. يعني ما إله عندي شيء، بس الحمد لله رب العالمين. شكري للكادر اللي عندي، يعني مش عارف شو احكي لهم كلمة، بس هم يعني مثال الخوات اللي يعني مش من امي، بس ما شاء الله عليهم. اكيد يعني ذات كفاءة وذات خبرة مثل حضرتك اكيد ايضا. الله يسعدك ما شاء الله عليك يعني مديرة. احنا بنخلي لك، الله يخلي لك اول شيء هذه الاسرة الكريمة اكيد، ويحفظك ويحفظ زوجك واولادك ويحفظ اهل منطقة سحاب، وايضا للمشرف واللي اسس له الفضل الكبير مأمون أبو حفيظة. مأمون أبو حفيظة ووالدك. نعم. الله يخليه يا رب ويحفظه. الله يسعدك. نعم. نعم. سيدة والمديرة تسنيم محمد أبو زيد، نتحدث عن أبرز النشاطات وأبرز التكريمات داخل هذا المركز. تمام.
الحمد لله رب العالمين. زي ما حكيت لك، التطورات اللي بلشت تظهر على مركز تبارك للتربية الخاصة في سحاب منذ بداية السنة الأولى، طبعا تم تكريمنا من رئيس البلدية الأستاذ عباس محمود المحارمة الله يسعده في مركز سحاب الثقافي لإنجازاتنا وتطوراتنا في مركز تبارك. ايضا كمان في عنا عده نشاطات اللي هي من يوم الاعاقه لذوي الاعاقه، كنا نشارك فيهم لطلاب التوحد ولطلاب صعوبات التعلم وطلاب الاعاقه العقليه، نعمل لهم احتفاليات وفعاليات من ضمنها اللي كمان نخرج اطفال حلم كل ام واب عندها طالب توحدي انه ابني اشوفه براب التخريج. عملنا لهم هاي الفرحه بشهاده تكريم وراب التخريج، احتفال كان كبير جدا وكان بدعم اساسي كمان زي ما حكيت لك من الاستاذ مأمون. ايضا كمان في عنا فعاليات انه احتفال بيوم الام، انه كان كل طفل ذوي احتياجات خاصه هو يكرم امه على المسرح بهذا اليوم العالمي اللي كنا نحتفل فيه، وانجازات ان شاء الله راح تشوفوها لقدام اكثر واكثر ان شاء الله، والتكريمات موجوده عندك ان شاء الله. يعني سؤال أخير أكيد قبل انتهت أسئلتنا، يعني عبر هذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية، يعني مديرة تسنيم محمد أبو زيد، يعني لو حلفك الحظ وأنت نشمية من نشميات هذا الوطن وفارسة من فارسات التغيير والنجاح والطموح، وتقابلتي مع قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، شو بتحبي توجهي له رسالة عبر هذه الشاشة؟ المايك معك والكاميرا أمامك. يعني رسالة لجلالة سيدنا الله يطول بعمره أبونا القائد الكبير، أنا فعليا بنام وبصحى بحلم أني ألاقيه فعليا. يعني أنت سؤالك هون، للعلم أنا زرت الديوان الملكي وما قصروا على أساس خدمة للمركز، بس صارت شغلة كورونا. يعني عزيز على قلبي، تمنيت لما فتت على الديوان يعني نعم. سألوني إيش بدك كذا، مترددة أني أطلب أني أشوف زيارة يعني لقاء الملك عبد الله، يعني لأنه يعني سيدنا أشغاله كبيرة وأعماله ما شاء الله عليه، بس بتمنى أنه أني ألاقيه إن شاء الله. أكيد أكيد، يعني ها هم الأردنيات، ها هم النشميات أمثال مديرة. هلأ أنت حكيت لي شو بدك توصلي له رسالة؟ تفضل. بتمنى يا جلالة سيدنا بعد ما شفت اللقاء هون وسمعت رسالتي، إنه أولاً بالبدايات خليني أحكي الله يطول بعمرك ويخلينا إياك ويدومك تاج عز فوق راسنا على الأردن جميعاً، وبتمنى تزورنا هون بالمركز حتى تشوف كفاءاتنا الأردنية هون في سحاب. أكيد أكيد أكيد، هم الأردنيات هم النشميات أكيد. الله يحفظ قائد الوطن ويحفظ هالوطن، وكلنا جنود لهذا الوطن، وما دام دائما وابدا وجد الاستقرار وجد الاستثمار، الحمد لله على نعمة الامن والامان. لكن جلاله الملكه راني اكيد لها دور مهم ونشاطات ثقافيه، ودور المراه مهم في الاردن، شو بتحب ايضا توجه لها رساله؟ الله يحميها ويطول بعمرها، انسانه مثقفة عالية. أنا مرات يعني كثير بتابع صفحتها، بحب يعني زي ما بيحكوها بشوفها قدوة، إنسانة بتحب الإنسان المتعلم، بتحب الإنسان المتثقف، بتحب الإنسان اللي عنده إصرار يوصل، يعني زي ما بيقولوها عطاء دون أيوة دون فعليا، يعني فإنسانة راقية بمعنى الكلمة. ف يعني شو احكي لك، يعني الله يحفظها ايضا الله يحفظها ويطول بعمرها، الله يحفظ قائد الوطن وجلاله مكرانيا ويحفظ هالبلد ويديم نعمه الامن والامان. احنا بنحييك لهذا اللقاء، الله يسعدك، بنشكرك مره اخرى اكيد نورتونا. وفي نهايه لقاءنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لنشميه من نشميات هذا الوطن وكفاءه من كفاءات التغيير، ولها طموح دائم وفارسه بنعز فيها، وهي المديره تسنيم محمد ابو زيد، اكيد صاحبه او مديره مركز تبارك للتربيه الخاصه في منطقة صحاب، وهذا المركز أكيد أشهر من أن يعرف في هذا القطاع. كل احترام والتقدير لحضرتك. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. ونواصل أعزائي المشاهدين الكرام من مركز التباركة للتربية الخاصة منطقة صحاب، ومعنا المربية الفاضلة حورية، سيدة حورية أبو زيد. مرحب فيك بهذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية، بنحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم بمركز صحاب للتربية الخاصة. طبعا شكر جزيل لكم لإظهار كفاءات كفاءة ابنتي تسنيم. أنا والدة تسنيم
محمد أبو زيد مديرة مركز تبارك للتربية الخاصة. دوري بهذا المركز طبعا كداعم نفسي ومعنوي وليس ماديا، هي ذكرة الداعمين اللي دعموها في بدايتها. كدور كوالدة بحب أحكي لكم إنه أي أم بتشوف ببنتها طموح أكيد بتدعمها، لولا طموح بنتي أنا ما كنت قدرت أدعمها الدعم اللي هي تقدر تحقق طموحاتها. الأم إذا دعمت بنتها بكل طاقاتها أكيد رح توصل لحلمها. ومديرة مركز تبارك للتربية الخاصة تسنيم أبو زيد كان حلمها إنها تنشئ مركز خاص إلها، يعني خاص إلها يعني هي تكون مسؤولة عنه. طبعا وجدت الدعم من الأهل، من جميع من كان حواليها، وطبعا أعوذ بالله من كلمة أنا كنت بشوف بيها بتحقق حلمها، كنت بفتخر فيها يوم عن يوم وسنة عن سنة، وكل ما كبرت كنت أشوف بيها البنت الطموحة، البنت اللي بتحلم بتحب تكبر طموحاتها وتحقق أحلامها. اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا هون بمركز تبارك زي ما حكت مديرة المركز تسنيم أبو زيد بمجتمع داعم للمرأة الحمد لله، بقياداته بجميع رؤسائه بيحبوا يدعموا المرأة بيحبوا يشجعوها. دوري كأم برجع بأحكي وبأكرر لازم أدعمها بكل طاقاتي، وأنا الحمد لله دعمتها بكل ما أستطيع، وبعتبر نفسي لسه مقصرة ولسه بدها دعم، ولازم ندعمها حتى تتحقق جميع طموحاتها اللي طلبتها واللي بتطلبها واللي بتحلم فيها. وإن شاء الله إن شاء الله اللي بيسعى حتى يحقق حلمه راح يوصل له.